ممكن اعرف انا بايه؟ احمد بيه. وده هيبقى فين؟ ده قصب سعادتك. ودول بيعملوا ايه؟ دول بياخدوا تعسيله. تعسيله؟ اتفضلوا بره بره. وانت تيجي معايا. فوق يا حبيبي. مالك يا سيد بيه؟ مالك يا حبيبي؟ ايه اللي سمعناه ده يا حضر؟ هيدا نتيجة عمل الخير، نتيجة اللي بتقوله أرض طيب وكبير. أنا مش فاهمة حاجة أبدا. ولا أنا. تسمح تقول لنا مين صاحب القصر ده؟ أنا طبعا. وهو؟ هو فين يا ما فين في قديم الزمان. بس هلا شو بقدر أقول؟ اللهم اشفيه ورجع له عقله لمكانه. أنت عاوز تقول إيه بالظبط؟ لا بترجيته، لا لا. لا لا ما رديت. انا ما بحب احكي عن عمل الخير. بس ده اهانك. هذه نتيجه السواق. ما انا لازم اعرف الحكايه بالظبط ولا عايزني ازعل منك. مصره؟ طبعا. سامحني يا رب لا تاخذني، لاني حاكشف السر يلي دريته من سنين، لاني ما بقدر ارفض طلب لنجوى. هيدا الشاب كان زمان صاحب القصر، لكن الحال اتدهور فيه وافتقر، فبيع القصر لوالدي الله يرحمه. وبعدين؟ حصلت له صدمة عصبية ونتج عنها حالة جنون مركب، وصار يعتقد انه هالقصر له واني شغال عنده. لا حول ولا قوة الا بالله. الدكتور تبعه كلمني وترجيني وقال لي يا سعيد بيك، هي يا ابن الاكابر، انت شاب وهالمسكين شاب، وكل شاب بيقدر الشاب اللي مثله شاب. قلت له ولو يا دكتور تحت امرك امور. قال لي سيره على قد ما بتقدر لبينما كمل علاجه ويرجع لحالته الطبيعيه. ومن يومها لهلا واني بصيره، والله قدرني وحافظت على هالوقت. لكن هو عايش منين دلوقتي؟ بيصرف ازاي؟ بساعده بقرشين كل شهر. والله اللي يشوفه هو بيتأمر علينا وبيطردنا من القصر يفتكر صحيح ان هو صاحب القصر وانك انت اللي بتشتغل عنده. بتصدق بالله ما قلتن يمين علي، في بعض الاحيان بطلع له الاكل لغرفته وبلبسه هدومه. انت انسان عظيم صحيح، والله انا ما شفت اخلاق زي اخلاقك. اخواني لا داعي للهتاف، دعونا نعمل الخير في صمت مهيئ.